أنا المهندسة حنان عواد، مستشار إدارة أعمال ورئيس التنفيذي للمجلس الكندي لنشر الثقافة والعلوم، وكمان مديرة شركة كوربريتا للاستشارات الإدارية. وهنا على اليوتيوب بحب أتكلم على موضوعات مختلفة، هتلاقوني بتكلم على موضوعات تخص الأدوار المختلفة اللي أنا بلعبها في حياتي. أنا زوجة، أنا أم، أنا بشتغل، أنا بتطوع، أنا بحب أشارك خبراتي مع الآخرين. والنهاردة عايزة أكمل الكلام على موضوع أو عدة مواضيع داخلة في بعض اتكلمت عليها من قبل كده. اتكلمت على مصاصي الطاقة اللي ممكن يكونوا موجودين في حياتنا، اتكلمت على ازاي نحط فواصل اجتماعية بيننا وبين الآخرين بتحدد علاقتنا مع الآخرين، اتكلمت على التعامل مع المدير المتنمر، اتكلمت على أنواع الشخصيات المختلفة، وده كان من خلال تدريب كنت بعمله على الجروب حنان عواد كوتشنج على الفيسبوك. النهاردة عايزة أكمل في هذا السياق وأركز على الشخصيات المختلفة اللي بنقابلها في حياتنا اللي ممكن نصنفها على إنهم أشخاص مزعجين أو مستفزين. واللي أوحالي بفكرة الفيديو النهاردة رسالة تلقيتها من متابعة من متابعات القناة بتتكلم على الشخصيات المزعجة، هي حتى صنفتهم كده انهم اشخاص مزعجين ومستفزين في حياتهم وانها مش عارفة تتصرف معاهم ازاي. فكان لازم يعني اتكلم شوية على موضوع الاختلافات الشخصية اللي بيننا وبين الاخرين، وازاي ان هذه الاختلافات في الشخصية بتشكل نظرتنا للآخرين، وبالتالي بتشكل حكمنا على الآخرين، وبالتالي بتشكل علاقتنا مع الآخرين. في البرنامج التدريبي اللي أنا عملته على الفيسبوك واتكلمت على التخطيط الشخصي، وبعد كده اتكلمنا على مهارات التنظيم، واتكلمنا على الأنماط الشخصية، واستخدمنا أداة اسمها مايرز بريكس لتقييم الشخصية أو لتحليل الشخصية، وكنا في الوقت ده بنطبقها على أنفسنا، إن احنا نفهم أنفسنا وإن احنا نعرف أنفسنا. النهاردة أنا عايزة أستخدم تول تانية وهي اسمها ديسك، DISC، والتول دي يمكن أنا كمان سيرتيفايد فيها من زمان وبستخدمها يعني دلوقتي ما يقرب 19-20 سنة، برضو لتحليل أنماط الشخصيات المختلفة، ومتقسمين لأربعة كاتيجوري، وده يمكن هتلاقوه ثيم في كل أنماط الشخصيات أو الأدوات اللي بتحلل أنماط الشخصيات، إن هي بتقسم الشخصيات لفئات. هل ده كل الشخصيات اللي موجودة في العالم؟ لا، ولكن الخلطة ما بين هذه الفئات هي اللي بتدينا شخصيتنا المميزة. فالديسك اختصار لأربع أنماط من الشخصيات، عادة بتبقى واحدة فيهم مهيمنة. الدي هو بنسميه الشخصية المهيمنة، بتلاقيها دايما مدفوعة بالنجاح، دايركت، مباشر، كلامه مفهوش لف ودوران، كلامه مش متزوق، عنده إرادة قوية وعنده قوة أو ثقة في النفس قوية جدا جدا، ودايما تلاقيه عنده نوع من الجرأة لاتخاذ القرارات الصعبة، ولما بيركز على حاجة أو بيقرر حاجة بينفذها، ودايما تلاقي إيقاعه سريع، بيمشي بيتغير عامل زي القطر. الشخصية دي لو موجودة في حياتنا ممكن احنا واحنا مش من هذه الشخصية ممكن نشوفها على انها شخصية مزعجة وشخصية مستفزة، نشوف قوة شخصيته وهيمنته على انها حاجة بتكبتنا، نشوف كلامه المباشر على انه كلام جارح
او ان هو يقصد انه يحرجنا او يعني يسبب لنا متاعب نفسية. انه كمان لما بيكون واخد قراره يعني وخلاص متوسط يعني عد مرحلة التفكير في القرار، لان هما بيفكروا في قراراتهم برضو، نشوف ان هو عايز يفرض سيطرته علينا. فللأسف لما يبقى مثلا احنا مش من هذا النمط من الشخصيات وبنتعامل مع هذه الشخصية نشوفها على انه مستفز ومزعج علشان الصفات الشخصية اللي فيه اللي ما بيفهمهاش الآخرين. وليه كمان بنشوفه كده؟ عشان ما بنقدرش نغير أسلوبنا في التعامل معاه بما يتوافق مع هذه الشخصية. يعني مثلا على سبيل المثال أنا هايدي من الأشخاص دول، إن إحنا دايركت مباشرين، ما بنحبش اللف والدوران وكلامنا مباشر. أنا لما عرفت هذا الموضوع عن نفسي قررت إن أنا أحاول ألطف شوية من الكلام، ولكن في أحيان كتيرة جدا جدا ما بعرفش، فبيطلع الكلام دبش، بيطلع الكلام بالصورة الحقيقية. واللي عارف شخصيتي وعارف الفايدة اللي هيجنيها من طريقتي المباشرة دي بيتعامل معايا بالشكل ده، اللي مش عارفني او اللي مش حاببني او اللي هذا الاسلوب بيوتره بيستفزه ما بيعرفش يتصرف ازاي. انا عشان هذا النمط هو شخصيتي، انا كمان بحب اللي يتكلم معايا يكون مباشر. ناس مثلا كتير تبعت لي وتبقى عايزة ترغي شوية في الاول، تلاقيني اسألهم ايه هو السؤال، ايه هي المشكلة، اوكي ازيك عاملة ايه، الحمد لله، ها ايه اللي بعده. فاحيانا يبقى هذا النمط من الشخصية نقراه على انه شخصية مستفزة او شخصية مزعجة. فنتعامل معاه ازاي؟ نتعامل معاه ان احنا ناخد قرارنا قبل ما نروح لهذا الشخص، واذا لقينا ان هو اخد قراره نسأله على اي اساس اخد هذا القرار. ما روحلوش بالمشكلة قبل ما افكر في الحلول المحتملة لهذه المشكلة. فهو ده الدي ستايل او الدوميننت، الشخصية المهيمنة او المسيطرة. كمان هذا النمط من الشخصيات بيدفعه النجاح، فلما يبقى عارف ان احنا هنمكنه من ان هو ينجح او ينجح هذه المؤسسة هيكون لينا قيمة كبيرة قوي عنده. لكن لما يشوفنا على ان احنا عبء عليه وان احنا عامل مثبط مش هيخليه ينجح ولا ينجح المؤسسة اللي هو مسؤول عنها، طبعا لازم يبقى فيه مشاكل بيننا. الحاجة التانية كمان ان هم عندهم تنافس عالي جدا جدا، فلما يحس ان احنا وهم داخلين في منافسة طبعا لازم يفرد عضلاته. فنفكر كده، هل انا عايز ادخل منافسة مع هذا الشخص ولا لا؟ هل المنافسة مع هذا الشخص هتفيدني ولا لا؟ احيانا بيبقى التعاون مع الاشخاص ذوي الشخصيات المهيمنة والمسيطرة فايدته اكبر بكتير من التنافس، لانه لو هو اقوى مني وعنده امكانيات اعلى مني هيكرش مني خالص. الحاجة التانية لما بيجي يحط البريوريتيز بتاعته او اولوياته بيركز على التحدي، بيركز على النتائج. هات من الاخر فين النتائج، احنا ايه النتائج المنتظرة. بيحب الامور تبقى اكيوريت وفي نصابها، فما روحلوش بمعلومة مغلوطة، ما روحلوش بمعلومة ما دورتش ما عملتش الواجب اللي عليا قبل ما روحله. كمان بيحب الاكشن، ايه الاكشن اللي انت هتاخده، ايه الفعل اللي هتاخده، ايه العمل اللي انت هتعمله عشان توصل للنتيجة دي. فلما اتكلم معاه او لما اتعامل معاه لازم اركز على النتائج، ازاي هنوصل لها وايه الافعال او الخطوات المحددة اللي هنعملها علشان نوصل لهذه النتيجة. في التواصل كمان مع هذه الشخصية المهيمنة والمسيطرة لازم يبقى الكلام بتاعنا مباشر. يعني انا لو الستايل بتاعي ان انا
بحب الأول أزوق الكلام، بحب أدخل واحدة واحدة، بحب أدي مقدمة، لا أختصر كل الكلام ده وأخليني أتكلم بشكل مباشر في هذا الأمر اللي أنا بكلمه فيه، أكون مختصر، وكمان ما أتوقعش إنه هيفهم من غير ما أنا أتكلم. هذا النمط من الشخصية بيحب اللي قدامه يتكلم. إذا كان عندك concern، إذا كان عندك مشكلة، إذا كان عندك رأي قوله، لكن هو مش هيقعد يفكر أنت بتفكر إزاي، هو مش هيقعد يفكر أنت مشاعرك إيه، هو مش هيقعد يفكر أنت رأيك إيه. لازم نقوله من الآخر هو عايز إيه، أو إحنا عايزين إيه، أو إحنا شايفين إيه، حتى لو هو تجاهل الكلام ده. هو ما تجاهلش، هو عرف الرأي، عرف انت عايز تقول ايه، لكن هذا الرأي مش بيتوافق مع اللي هو توصل له، فعلشان كده قلبه على السريع. دايما تخلي كلامك مركز و to the point. عشان كده دايما اقول الناس اللي في حياتها هذه الشخصية المهيمنة يمسكوا ورقة او قلم ويرتبوا افكارهم قبل ما يروحوا يتكلموا مع هذا الشخص، حتى ولو في العلاقات الشخصية، زي جوزي مثلا، زي حماية، حماتي، جارتي، ابني. لو في هذه الشخصية في حياتنا، احاول ان انا اكون كلامي مركز to the point، مفهوش كلام ولت وعجن كتير، اركز على النتائج وما استخدمش التعميمات. يعني الاشخاص دول بيكرهوا كلمة كل الناس كذا كذا كذا، لا معلش، مفيش حاجة اسمها كل الناس، الناس مختلفة، الناس فيها الحلو والوحش، الناس كذا، الناس كذا، فبنكره التعميمات. فالحاجة التانية كمان، ما تقعدش تكرر نفسك. عشان كده لما تجهز أفكارك مسبقا، قبل ما تدخل على المدير، قبل ما تتكلم مع مراتك، قبل ما تتكلمي مع جوزك وترتبي أفكارك، ما بيبقاش الواحد محتاج انه يقعد يكرر ويعيد ويزيد ويلت ويعجن في نفس النقطة. كمان التعامل مع الأشخاص دي نركز على الحلول مش على المشاكل. يعني أنا لو لجأت لشخص من هذه الشخصيات المهيمنة المسيطرة بمشكلة، لازم أكون فكرت في مشكلتي قبلها بكتير، واستنفذت كل الحلول الممكنة اللي أنا توصلت إليها، وأروح له بهذه المشكلة وأسأله إيه الحل. 1 2 3 4، اوكي شكرا، يلا مع السلامة. لكن ما روحلوش قبل ما افكر، قبل ما ادور المشكلة في دماغي، احاول الاقي حلول للمشكلة. النمط الثاني من الشخصيات، حسب نظرية ديسك، هو اللي بيسموه الاي او الانفلونس، الانفلونشال، الشخصية المؤثرة. دايما تلاقوها شخصية لطيفة وجذابة وعندهم كاريزما وبيحبوا التعاون وعندهم القدرة ان هم ينشطوا ويحمسوا الناس اللي حواليهم. اغلب الناس اللي بتشتغل في المبيعات بتلاقيهم من الشخصية دي، لو هم في المبيعات وناجحين هتلاقيهم من الشخصية دي. هتلاقي عنده حماس، يلا نقدر نعمل نسوي، دايما هتلاقي عنده تفاؤل، ودايما له نظرة إيجابية، وعنده قدرة على الإقناع. أنا بصراحة النمط الشخصية بتاعي من النوعين دول، الدي والآي، أنا هاي دي وهاي آي، فده سهل عليا أن أنا أتنقل ما بين النمطين على حسب ما يقتضيه الموقف. في أشخاص تانيين بيبقى عنده نمط واحد هو المهيمن والمسيطر على شخصيته. الناس الانفلوينشال دول تبص تلاقيهم دايما يفكروا في أفكار جديدة. اللي بيحفزهم التقدير، ان يحسوا ان الناس بتحبهم، ان يحسوا ان الناس مقدراهم، ان يحسوا ان ليهم بصمة في حياة الآخرين، ان يحبوا الجروب اكتيفيتيز، يحبوا التعامل مع، يلا نعمل حفلة، يلا نتجمع يوم الخميس الجاي نعمل كذا كذا كذا،
تيجوا نطلع رحلة في الحتة الفلانية. بيحبوا قوي العلاقات. أنا والدي كان من الشخصيات دي، طول الوقت يفكر مين من صحابه اللي ما كلموش بقاله فترة، مين كذا مين كذا، ما يعديش أي مناسبة إلا لما يتكلم مع هذا الشخص. بيحبوا الحرية والتعبير عن أفكارهم بحرية. بيحبوا إنه يحسوا إنه هو متفرد، أنا مش شبه الآخرين، أنا مش بلبس زي الآخرين، أنا مش بتكلم زي الآخرين، لا أنا ليا بصمتي أنا الشخصية. دول برضو نمط حياتهم سريع زي الهاي دي، عندهم حماس، برضو بيركزوا على الريزلتس، بس الأسلوب اللي بيوصلوا بيه للنتائج مختلف شوية عن الهاي دي. الهاي دي مباشر وريجد وجامد، لكن دول لا، أسلوب فيه تعاون وحماس ومساندة. يعني الهاي اي في أي مكان، سواء في العيلة أو في البيت، تلاقيهم هم اللي بيطبطبوا، هم اللي بيهدوا الشخص اللي قدامهم. الهاي دي يركز على المشكلة ويحاول يحل المشكلة أو يقدم حل للمشكلة. كمان الهاي اي او الانفلوينشلز بيحبوا قوي ينشروا السعادة حواليهم. لما بيبقى حد في المكان زعلان بيبقوا هم كمان تعسة ومش قادرين يحسوا بالسعادة. طيب هل ممكن الأشخاص دي مع إن كل الكلام الحلو ده يكونوا مزعجين؟ آه طبعا، كلامهم الكتير وحكاويهم الكتير ودايما تركيزهم على إن احنا نبقى مع بعض أحيانا بيخنق الناس الآخرين اللي بيبقوا عايزين يقعدوا مع نفسهم. أو تخيلوا مثلا واحد هاي مع واحد هاي دي، ده عايز يتكلم ويحكي ويلا بينا نعمل كذا ويدي اقتراحات. لمجرد انه يدي اقتراحات، الشخص التاني اللي هو هاي دي هتم الاخر انت كده بقى، ده بقى شخصية مستفزة بالنسبة له. وبرضو الهاي اي هيشوف الهاي دي على انه شخصية مستفزة بالنسبة له. ايه يا عم ده، انت ايه الجمود اللي انت فيه ده؟ دايما كمان برضو تركيزهم على الحاجات الإيجابية أحيانا ما بيخليهمش يشوفوا الحاجات السلبية. على سبيل المثال، نفس المشكلة تلاقي مثلا هاي اي وهاي دي بيحاولوا يحلوها، هاي اي بيركز على الإيجابيات والحاجات الجميلة الكويسة، هاي دي بيركز على السلبيات ويفكر ازاي نحلها. كمان بيتخنقوا من التفاصيل، فهذه الشخصية بتستفز بسرعة لما نقول لها تفاصيل، فبالتالي هما كمان هيستفزونا. كمان عشان بيقعدوا يتكلموا كتير قوي 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 بيتضايقوا لما حد يقطعهم. الهاي دي برضو بيتضايقوا لما حد يقطعهم، لانه دايما بيبقى حاسس ان في كلام مهم انا بقوله، ما تقطعنيش الا لما اخلص البوينت اللي انا بتكلم فيها. الهاي اي انا بحب الكلام، انا عايزه اتكلم، سيبني اتكلم، لان الكلام والتعامل والمرح والحاجات دي بتديهم طاقه. فيعني فطبعا ده ممكن يكون بالنسبه لنا احنا مستفز. النوع الثالث من الشخصيات هو الاس، او النمط الثالث هو الاس، الاس ستايل. والاس يعني الستيدينس، الثبات. فالناس الهاي اس بتلاقيهم هاديين، عندهم صبر، تقدر تتنبأ هيقول ايه، تقدر تتنبأ هيعمل ايه، لانه انسان نمطي جدا جدا وبيحب يعني، وكل حاجة عنده متخططة وكل حاجة عنده يعني محسوبة. بس في نفس الوقت شخصيات جميلة كده، شخصيات دافية، احيانا بيبقوا شخصيات سلبية. فتبص تلاقي مثلا لو انا زوجي او انا زوجتي من هذه النوعية، ايه السلبية اللي انتوا فيها دي؟ لانه مش شايف خطر immediate، مش شايف خطر مباشر، فايه اللي يخليني يعني ابوظ السيستم اللي انا عامله لنفسي
حتى الكلمة اللي بتتناسب معاهم اللي هو systemization، انه بيسيستم كل حاجة. فالشخصية دي ممكن تستفز الآخرين بهدوءها، بس هو بيحب التعاون. بس المشكلة لما يبقى الستايل بتاعه مختلف قوي عن الناس اللي بيتعامل معاها، طبعا هيشوفوه على انه انسان مستفز. كمان بيحب يساعد الآخرين، فممكن تلاقيه بيساعد الآخرين وينسى الحاجات اللي كان المفروض هو يعملها. ودي يمكن حاجة مشتركة بينهم وبين الهاي اي، انهم بيحبوا يساعدوا الآخرين فينشغل بالآخرين عن مشاكله الشخصية أو عن مسؤولياته الشخصية. بس لويال، يعني عندهم وفاء، وتبص تلاقيهم عندهم مجموعة صغننة كده من الأشخاص المهمة قوي في حياتهم، وبيحبوهم قوي قوي قوي. الحاجة التانية كمان المؤثرة جدا جدا في الاس ستايل أو الستادينس، اللي هم بيقدروا السكيورتي، الأمان عندهم مهم جدا جدا جدا، ويمكن يكون أهم حاجة في حياتهم إنهم يحسوا بالاستابيليتي، بالاستقرار، بالسيكيوريتي. ما بيحبش ياخد مغامرة، بيبقى متردد جدا جدا عشان ياخد قرار، عشان بيخاف على السيكيوريتي اللي في حياته، الأمان والاستقرار اللي في حياته. كمان إنه بيحب يدعم الآخرين، فده ممكن يكون برضو بيسبب مشكلة بينه وبين الآخرين اللي موجودين معاه، اللي معتمدين عليه. انت ازاي رايح تساعد الناس التانية، طب ما تساعد الناس اللي هنا الأول. فطبعا الشخص ده ممكن يكون بعض الصفات فيه نحس بالاستفزاز، وانه مزعج جدا جدا. ايه يا عم البطء اللي انت فيه ده؟ هتاخد سنة عشان تاخد القرار، لازم تفكر في كل حاجة، مفيش عنده خالص ريسك. ممكن يقعد في نفس المكان مستحمل نفس الظروف عشرات السنين، لانه مش قادر يتصور حياته متغيرة عن الاسلوب اللي هو كان عايش فيه. لما بقى نيجي نتعامل مع الشخصيات دي، نتعامل كده بهدوء. ودي يمكن من اكتر الشخصيات اللي بتستفزني انا، عشان انا هاي دي، لان انا ما عنديش التاتش الناعمة كده. ممكن اشوف الصبر على انه بطء، او على انه جبن، او على انه متردد. احيانا بيبقوا محتاجين ان الناس اللي حواليهم تهتم بيهم اهتمام شخصي، فلو ما لقوش هذا الاهتمام من الاشخاص اللي حواليهم بينزووا وبيكتئبوا. الحاجة التانية كمان بيبقوا عايزين ايضاح، وضح لي ليه، ما هو من جواه بيخاف، فمحتاج يلم معلومات كتيرة قوي قوي قوي. فلما نكون بنتعامل مع هذه الشخصية اللي احنا شايفينها شخصية مستفزة ومزعجة، نفكر هو ايه اهم حاجة بالنسبة له. اهم حاجة بالنسبة له الامان. طب ايه عكس الامان؟ change، تغيير. طب ازاي ان احنا نطمنه؟ نديله تفاصيل. كمان المواجهة بتضايقهم، بتزعلهم. فلما لو انا مثلا المدير بتاعي من هذا النمط من الشخصيات، ما ادخلش اواجهه. لو هو هاي دي هيرحب بالمواجهة، تعالي لي كلمة مني على كلمة منه. الهاي اس بيحس انه ثريتن، انت جيت زنقته كده في حته، وما بيقدروش يتعاملوا مع الاجريشن اللي بيجي لهم من الاخرين. النوع الاخير من الشخصيات هو السي ستايل، او الكومبلاينس، او الحذر والحرص. وبرده في حته السيستمايزيشن، انه بيحب يكون في سيستم ماشي عليه. شخصيه برايفت، ما بيحبش كده يتعامل قوي ويتكلم عن نفسه مع الاخرين، مع انه ممكن تلاقيه بيسال اسئله. شخصيته اوبجكتيف، موضوعي في قراراته. نقطة كمان مهمة قوي قوي، ان هو اناليتيكال، بيحلل الامور ويبتدي يفصص الامور حتة حتة عشان يوصل لادق التفاصيل، ويحب انه يوصل للتفاصيل الصح.
ويحب التدقيق على الأمور، وإنه يشوف الحاجات الغلط والحاجات الصح. بيركزوا قوي على جمع المعلومات وجمع المعارف. تلاقي أغلب الساينتست من النوعية دي، الناس اللي هي بتحب العلوم وبتحب المذاكرة وبتحب جمع المعارف. كمان بيدور على الفرص اللي يظهر فيها كمان خبرته ومعرفته. فده ممكن لو اتكلمنا معاه، ايه يا عم انت عامل لي ان انت ابو العريف، انت بتتكلم في كل حاجة، هو انت كل حاجة تقلبها محاضرة؟ يحبوا قوي الجودة في الأداء، فطبعا بيستفزوا من الناس اللي ما بتديهمش الجودة دي. يعني ده بيظهر على تعاملهم مع الآخرين. أحيانا ده برضو بيخليهم ان هم ياخدوا وقتهم في وضع التعليمات والبوليسيز والبروسيجر والإجراءات، ولو في عنده مجموعة من الإجراءات يلتزم بيها بحذافيرها. كنت بتكلم مع شخصية من هذه الشخصيات، أنا كنت شايفة أن في نقطتين ثلاثة ممكن نسكيب ونروح في اللي بعدها، فلقيته بيقول لي لأ، مدام البروسيجر بيقول 1 2 3 4، ما أقدرش نط 1 2 4. طب انا شايفه ان 3 دي بتضيع الوقت، لان انا مدفوع بقى بالهاي دي بتاعتي، احنا ممكن نختصرها لو عملنا كذا كذا كذا. لا، ما تختصريش، ناخد وقتنا، لانه بيحب الدقه وبيحب ان كلامه يكون صح، وبيحب كمان الاستابيليتي زيه زي الاس. بس عنده انه ممكن ياخد مخاطره محسوبه. الفرق بينه وبين الهاي اس انه ممكن ياخد مخاطرة محسوبة، بياخد وقته في انه يحسب المخاطر، وبالتالي يقدر ياخد قرار صعب او ياخد مخاطرة محسوبة لو اديناله وقته انه يعمل الحسابات بتاعته دي زي ما هو قادر يعملها. واحنا بنتعامل مع هذه الشخصية نركز على الحقائق، التفاصيل كمان، ولو ما اديناهوش التفاصيل هيلاقيه قاعد عمال ينقش فينا باسئله، فده بالتالي ممكن يزهقنا احنا، ونحس انه ده شيء مستفز. علشان ايه؟ ده بيقعد يسال اسئله كتير قوي قوي قوي، هو عايز يعرف تفاصيل عشان يقدر يبقى في دماغه تصور كافي للامر. بس في نفس الوقت هو ريزيرفد، متحفظ في الكلام. فالشخصية دي لما نتعامل معها، يعني انت عايز تعرف كل التفاصيل عن الموضوع اللي انا بكلمك فيه، ومش عايز تديني اي نوع من التفاصيل عن حياتك. كمان يعني ما بيعرفوش في لغة العواطف، لانه دايما بيركز على الدقة، فالمشاعر ما بتديلوش الإحساس بالدقة، أنا حاسس بكذا أو أنا حاسس بكذا. ما بيعرفوش يتعاملوا مع هذا الإحساس، والمشاعر بشكل عام بتوترهم، لأنهم ما بيعرفوش يتعاملوا مع المشاعر. الحاجة التانية كمان، خليك واثق من نفسك، لان لو حس ان انت شخصيتك مهزوزه، او اللي انت بتتعاملي معاه حس من هذا النمط، حس ان شخصيتك مهزوزه، هيشكك في الكلام اللي انت بتقوليه، او هيشكك في الكلام اللي انت بتقوله، وهو اصلا بطبيعته شخصيه شكاكه. الشخصيات دي هنلاقيها في حياتنا، في عملنا، في اسرنا، وكل نمط من هذه الأنماط بيجيب فايدة للعمل وبيجيب فايدة للعلاقة. فقبل ما نفكر ان هذا الشخص، هذا الشخص ده مزعج، الشخص ده مستفز، الشخص ده فيه وفيه، افكر يا ترى هو نمط شخصيته لإيه؟ يا ترى هو بيتصرف كده ليه؟ يا ترى هو ايه الدافع اللي بيدفعه انه يتصرف التصرفات اللي هو بيتصرفها؟ لما اعمل التحليل ده، اقدر اغير اسلوبي في التعامل مع الاشخاص اللي حواليا، واوفق التعامل بتاعي مع نمط شخصيته. فده مكسب من ناحيتين، اولا مش هيبقى شخصيه مستفزه بالنسبه لي، فيعني مش هتخنق، ومش ما ما مش هحول هذا الشخص لمصاص من مصاصين الطاقه اللي بيمتصوا طاقتي.
الحاجة التانية كمان ان لو العلاقة قيمة ومفيدة ومقدرش ان انا بسهولة اقضي عليها، هحافظ على هذه العلاقة وهحافظ على الحاجة الجميلة اللي انا بجنيها من هذه العلاقة. ارجو ان كلامي النهاردة على تحليل الشخصيات ديسك يكون مفيد. يا ترى انتوا قدرتوا تعرفوا شخصيتكم من الوصف اللي انا بقوله ولا لا؟ ولو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشيرت مع الناس اللي انتوا بتحبوها، وكمان حطوها على الجروبات على الفيسبوك وعلى الواتساب، لان يعني الكلام حلو قوي 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 وممكن ناس كتير تستفيد منه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.